يجازيكم بخير لما جلسوا في بلايصكم. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير لما جلسوا في بلايصكم. راه المشكل اللي خاصنا نناقشوا وهو بالمنخرط والجمعيه اللي اهم اكثر من هذا النقاش الاخر. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير نشوف رئيس ورجع عندكم، لان داك الشيء اللي باقي معكم نتوما اكثر من هادشي اللي تقال بين مع هادشي، لان المهم عندنا من اللي كاينين نتوما كاملين وصلوا لكم واحد الميساج اللي ديال الجمعيه. الله يجازيكم بخير. اما الملف النقاش الكبير راه سمعتوه من عند السيد الرئيس، ولكن المشكل اللي معانا لان باش نستغلوا هذا اللقاء الناس كلهم حاضرين. الله يجازيكم بخير.